إذن مشاهدينا سينضم لنا إذن ضيفي بعد قليل للحديث عن هذا الموضوع. أريد فقط أن أخذ اسم الضيف من هنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد. إذن فاضل أبو رغيف وهو الخبير الأمني والاستراتيجي معنا عبر الأقمار الصناعية من العراق. أهلا بك معنا أستاذ فاضل. سمعت معنا إلى ما قاله الجنرال الأمريكي ماكنزي قبل قليل من خلال التقرير الذي استعرضناه، كشف بأن خلافة داعش مزعومة نهايته وشيكة جدا، وأيضا كشف مكان البغدادي، قال بأنه هارب في الصحراء. ويعني هذا الموضوعين، إذا ما بدأنا بالموضوع الأول عن مكان تواجد البغدادي، هل لديكم معلومات ربما تفني أو تدعم ما قاله ماكنزي؟ نعم، تحية طيبة لك سيدة خديجة ولمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني أولا الجنرال فرانك ماكنزي حقيقة هو ردد عبارة عن تواجده في عند شريط الحدود الغربي لمحافظة الأنبار لما بعد مناطق البوكمال ومناطق يعني القائم. نعم، أنا أؤكد لك أن البغدادي كان يتواجد في صحراء غرب الأنبار عند الحدود المتاخمة إلى دير الزور، لكنه مع انتهاء دولة التمكين الداعشية سرعان ما انتقل إلى المناطق الباغوز ومناطق البوقشمة ومناطق الدشيشة ومناطق سوسة، وهذه المناطق كانت يعني كانت وما زالت تمثل موئلا وقاعدة انطلاق يعني ما تبقى لدولة التمكين فقط في هذه المنطقة حصرا. نعم. هو يتنقل بأعداد لا تتجاوز اليد الواحدة ولا يرتدي ملابس الزي الإسلامي المعروف الذي هو نسميه بالزي الأفغاني، وقد حلق وقد نزع اللحية، لا يستخدم أتباعه ومريديه والمقربون منه أي يعني وسائل اتصال أي يعني أي كوميونيكيشن، ويتخفى ولا ويبرح المحل الذي يتواجد فيه حيث أنه لا يمكث في أي مكان أكثر من 4 ساعات. وهو سريع وكثير التبدل لمكانه، وخلية الصقور حقيقة تعنى بشأنه وهي من تتابعه وهي من تراقبه. وقبل نحو أكثر من يعني شهرين نفذ الضربة، كان في هذه الضربة البغدادي بدليل أن هناك جهاز المخابرات الوطني العراقي ألقى القبض على شخصية كانت مقربة من البغدادي. صحيح. وهو جمال المشهداني. وهذا جمال المشهداني كان واليا لشمال بغداد ثم واليا للكركوك ثم قائدا للجيوش التي دخلت إلى تدمر، وولي فيما بعد خازن لما يسمى ببيت المال، كان مقربا منه. وقد قال أثناء التحقيقات أن وجهه أصفر مكفهر وهو يتناول أدوية للديابيتس والهايبرتيشن للضغط وهو يرتجف، فضلا أنا لا أقول يرتجف على نحو تصعيد المعنويات، بالعكس أقول وفق معطيات، لأن نعم. هذه المعطيات سبق أن أكدها القيادي البارز في التنظيم وهو دكتور إسماعيل إيثاوي الذي هو يشغل منصب رئيس اللجنة المفوضة جناح التربية والتعليم وتبديل المناهج الدراسية فيما يسمى بتنظيم داعش خديجة. طيب أستاذ فاضل، أيضا ماكنزي الجنرال قال أو اعترف بأنه تحقيق السلام في سوريا سيكون أصعب، استشهد بالتجربة العراقية، استشهد بالحملة العسكرية العراقية وقال بأنها أتت بنتيجة جيدة. ما الذي يجعل القضاء على داعش في سوريا أصعب من العراق إذا ما استذكرنا الحملة العسكرية القوية التي عشناها في العراق لدحر داعش ونهايته؟ يعني سيدة خديجة هناك عدة معطيات تؤكد ما ذهبت إليه وما ذهب ماكنزي له. أولا العشائر العراقية سيما العشائر السنية في غرب وفي شمال العراق استطاعت أن توحد جهودها وأن تلتحق بقيادة العمليات المشتركة وأن تتواصل مع الأجهزة الاستخبارية العراقية. بمعنى أن يعني أن أهالي المناطق السنية كانوا وما زالوا عبارة عن خزان للمعلومات، لم يألوا جهدا في الإخبار عن أي تواجد سواء لقطعان داعش سواء لمضافات داعش سواء لمعامل التفخيخ سواء لمفارزهم سواء لمقارهم، يعني يقومون سرعان ما يقوموا بالإبلاغ عن هذا عبر مصادر محددة. فضلا عن ذلك هناك عشائر الأنبار، يعني عشائر الدليم تكاد تكون برمتها، استطاعت أن توحد جهودها سيما عشائر البومحل التي يعني كان لها جناح عسكري يسمى بكتائب الحمزة، وعشائر البعيسة وعشائر يعني الكرابلة وعشائر كثيرة تصدت وانبرت لهذا التنظيم. في سوريا الوضع يختلف، اولا يكثر العالم يكثر النوع الاقليمي ويكثر العنصر الدولي ويتنافر ويتناكف كثير من الدول على ارض سوريا.
إذا استثنينا عشيرة الشعيطات التي استطاعت أن تأبى وأن ترفض وجود التنظيم، فضلاً عن ذلك حتى أنها لم تعطي أي ولاء وأي بيعة ولم تعطي أي نوع من الاستتابة إلى هذا التنظيم الإرهابي. طيب بحسب المعلومات المتوفرة الآن، معلومات الاستخباراتية عن القيادات وأبرز الأسماء التي كانت قريبة من البغدادي التي لا تزال الآن متواجدة أو لم يلقى القبض عليها بعد، هل من معلومات استخباراتية عن أسماء مهمة؟ لأنه هناك أخبار تحدثت يوم أمس عن شخصية مهمة وهو نائب البغدادي بحوزته سبائك من الذهب ألقي القبض عليه في سوريا، هل من أشخاص مهمين بهذا القدر وهذا المستوى لا يزالون؟ نعم سيدة خديجة، أولا من على قناتكم قبل نحو أقل من شهر تحدثنا عن ضربة على ما يسمى فرقة الكواسر التابعة إلى ما يسمى ولاية أعالي الفرات، وتم قتل فيها أبرز قيادي مقرب من البغدادي الهارب وهو أبو عبد الله الجزراوي، وكان هو يرأس الرئاسة الشرعية لما يسمى بفرقة الكواسر. يوم أمس خلية الصقور استطاعت أن تلقي القبض على قياديين مهمين في فرقة الكواسر التي يناهز عددها أقل من 2000 مرتزق من مقاتلي هذه الفرقة. بالفعل تم إلقاء القبض على قيادات قريبة جدا وفاعلة جدا وبارزة جدا في تنظيم داعش قريبة من البغدادي، وهو جمال المشهداني الذي كان يعني يتولى رئاسة ما يسمى بالإدارة العام لما يسمى بجيوش داعش، جيش تدمر وجيش حمص، وهذا كان مقربا أيضا من أبو مسلم التركماني ومقربا من أبو يحيى العراقي ومقربا من عبد القادر الجزاع. لذلك أيضا ألقي القبض أيضا على قيادي بارز جدا كان أبي بكر يعتمد عليه وهو دكتور إسماعيل العيثاوي الذي يحظى بمقبولية وثقة لدى أبو بكر. لذلك القيادات التي يعتقد أنها كانت روحية وكانت تمثل سدة فاعلة للتنظيم كلها قد قتلت، يعني أبو علي الأنباري قتل، أبو محمد العدناني قتل، حج سمير قتل، حج أمان قتل، حج بكر قتل، هذه شخصيات كانت تمثل سدة معروفة جدا وتساند البغدادي على مدار اليوم الساعة، بل يتخذها باقي أبناء أفراد التنظيم ك يعني قيادات روحية له كان يتغذى ويتقوى عليها. أما الآن بعد مقتلها أصبحوا الآن في ضعة وفي هنا وفي ضعف سيدة خديجة. شكرا جزيلا لك سيد فاضل أبو الرغيف الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد.